يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب، استر يا رب، نلف الايام ونرجع بيت الرعب تاني. جوكر انت ايه اللي جابك؟ مش هتقدر تنقذ الناس هنا، هموتهم كلهم وانت كمان هتموت. هاي خيالك يا وطويته، الناس الدايبه دي، خد في وشك انت وهو. الناس دي بتتحاسب وجايه لنا ولا ايه يا جدعان؟ مش عارف انا. جيمي قوم يا جيمي، قوم يا جدع، مالك؟ ايه ده يا شبح، مالك كده؟ يا ساتر يا رب، ايه ده، انت مكمبر يا كمبوره؟ خد في عظم صدرك يالا. عزيز انت كويس؟ جوكر اهرب يا جوكر، وطاوتي بتقول انها هتموتنا كلنا. خد المفتاح ده واهرب بالعربيه، معادش وقت للهروب يا عزيز. ايه ده يالا، انت جايب لي بلطه وجاي لي، انت اللي جبت لنفسك، خد يالا. روح يا جوكر، موتهم، الناس محتاجه لك، روح وخلي بالك من نفسك، روح. ما تقلقش على الجوكر يا صاحبي، حاوني بس يا تسيبه يالا، خد يالا في وشك يالا. الحقني يا جوكر، انت فين من بدري؟ لسه جاي من الجيم والله يا صاحبي. حاوني تعب، محدش عاجبك يالا. حاني يا جوكر، ابني هيموت. اهدى يا شوشو، ما تعمليش في نفسك كده. شكرا يا جوكر، الحق ابو السيد جوه بيقطعوه. ابو السيد؟ ولا سيب ابو السيد يالا. شكر يا ابني، احلى مسا عليك ابو السيد. ولا انت مفيش حد عاجبك يالا انت وهلا. ايه ده، في ارميت ارميت ده يا جدعان ولا ايه ده يا ستار يا رب؟ ده انا هارمكو. ارميت. ولا انزل يا ابني تحت يا ابني، انزل. ايه ده، انت نزلت؟ لا اله الا الله، اطلع تاني يا ابني. امشي يا عم، مش هنخلص في الليله السودا دي. تعال حبيبي تعال، خد على في وشك يالا. ايه جو سلاحف النينجا ده يا جدعان؟ مش قلت لك يا جوكر انك هتموت؟ وريني هتعمل ايه بقى؟ جبت لك ابو دماغ مسلوخه، وريني هتعمل معاه ايه؟ خش عليه. مش هسيبكوا. بس بقى يا جدع، شوية خفافيش ما تختشيش بصحيح. جوكر عملت كده ازاي يا مجنون؟ والله يا جماعة احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، لو عجبك ما تنساش اللايك وتشترك معنا في القناة. اي حاجة حلوة انت عايزها قول عليها، بس المخازن عندنا كلها ملانة وعمرانة.